مساكم الله بالخير أعزائي المشاهدين في نشرتنا الجوية لهذا اليوم. أجواءنا اليوم أجواء باردة إلى شديدة البرودة خاصة بالليل. درجات الحرارة الحالية تتفاوت ما بين 14 إلى 16 درجة مئوية، ولكن مع نشاط الرياح درجة الحرارة المحسوسة تقل إلى ما دون 7 درجات مئوية في بعض المناطق. أما الآن في مدينة الكويت السماء صافية صحو، الرياح سرعتها 25 كيلومتر في الساعة. درجة الحرارة الحالية المسجلة 16 درجة مئوية، ولكن المحسوسة في مدينة الكويت 8 درجات مئوية بسبب نشاط الرياح واعتدال الرياح. نلاحظ أن النسبة المئوية الرطوبة النسبية قليلة جدا 25%، وذلك دليل إلى جفاف الهواء وأيضا الأجواء الباردة الجافة اللي مستمرة يعني اليوم مباشر أيضا إلى يوم الأحد. الرؤية الأفقية لا تزال جيدة تتجاوز 10 كيلومتر. أما الطقس المتوقع في منتصف هذه الليلة أعزائي المشاهدين، أجواء شديدة البرودة خاصة على المناطق الصحراوية شمال غرب الكويت وأيضا المناطق الغربية. 9 درجات مئوية متوقع أن تكون في منتصف هذه الليلة في منطقتي الشقاية والسالمي. في مزارع العبدلي شمال الكويت 10 درجات مئوية، جنوبا في مزارع الوفرة كذلك 11 درجات مئوية، المناطق الساحلية والجزر المتفاوتة ما بين 12 درجة إلى 13 درجة مئوية. أما بالنسبة لساعات الصباح الأولى من نهار يوم الغد ودرجات الحرارة الصغرى المتوقعة قد تصل إلى درجتين مئويتين في منطقتي الشقاية والسالمي. المناطق الصحراوية والزراعية قد تقل إلى ما دون ذلك خاصة في ساعات الفجر الأولى. في شمال البلاد مزارع العبدلي 4 درجات مئوية، في مزارع الوفرة جنوبا 5 درجات مئوية. أما المناطق الساحلية والجزر متفاوتة ما بين 11 إلى 13 درجة مئوية. مناطق وسطى الجهرة وضواحيها وكذلك مطار الكويت الدولي متفاوتة ما بين 7 درجات إلى 8 درجات مئوية. أما بالنسبة لدرجات الحرارة العظمى في نهار يوم الغد أعزائي المشاهدين متوقع أن تتفاوت ما بين 16 درجة مئوية في المناطق الغربية من دولة الكويت، المناطق الوسطى، المناطق الساحلية متفاوتة ما بين 17 إلى 18 درجة مئوية مع استمرار الرياح الشمالية الغربية معتدلة السرعة بشكل عام. الأجواء البحرية أعزائي المشاهدين خلال 24 ساعة القادمة بمشيئة الله أجواء معتدلة الأمواج إلى عالية من 3 إلى 6 قدم، تيرة المائية لا تزال قوية في فترات الحمل. أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت الساعة 5:05، موعد شروق الشمس الساعة 6:25، موعد أذان المغرب الساعة 5:39. بالنسبة للطقس المتوقع لمدينة الكويت خلال 5 أيام القادمة بمشيئة الله أجواء باردة في يومي السبت والأحد، العظمى متوقعة 17، الصغرى من 9 درجات إلى 10 درجات مئوية. الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة بشكل عام تنشط على فترات ابتداء من يوم الاثنين إن شاء الله، تغير في الكتلة الهوائية وتحول الرياح إلى الرياح الجنوبية الشرقية تؤدي إلى ارتفاع نسبي في درجات الحرارة، تعاود الأجواء الشتوية المعتدلة في بداية الأسبوع القادم 20 إلى 21 درجة مئوية في درجات الحرارة العظمى، أما الصغرى من 12 إلى 14 درجة مئوية. أعزائي المشاهدين أشكركم على حسن المتابعة، والآن نعود إلى الزملاء في الاستديو.